بدايات الرسم. هذه لوحة تخطيط بدائي لكهف الإخوة الثلاثة. بدأت محاولات الإنسان القديم في مجال الرسم في العصر الحجري القديم، وكانت الخطوط أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني. فقد كان رجل الكهف يخط بإصبعه علامات في الطين الرطب، أو يرسم خطوطاً بقطعة من الخشب المحروق على الأسطح الصلبة، ليحدد مساحات يعبر بواسطتها عن الأشكال التي يراها وعن انفعالاته اتجاهها. ويعد الرسم اليدوي أو فن التخطيط الأساس لأي إنتاج فني، سواء أكان تصميماً أو موضوعاً أو طبيعة صامتة. فالتخطيط نوع من أنواع التعبير الفني، ويعتمد بشكل رئيسي على الرسم بقلم الرصاص والفحم والريشة، وله درجة لونية واحدة أو درجات لونية متعددة. تأمل العالم من حولك، تتخيل أنه نسيج من الخطوط.